اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طاقم تحكيم الماني لهذه المباراه، واحد من افضل الحكام في العالم الحقيقه كان او سيكون متواجدا لاداره هذه المباراه، السوبر المصري ما بين النادي الاهلي بطل الدوري ونادي الزمالك بطل الكاس 2017-2018. خلوني ارحب بضيف هذه الفقره كابتن ايمن دجيش، هيكلم معانا عن طاقم التحكيم في لهذه المباراه. كابتن ايمن ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن ايمن؟ حضرتك ايه، كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. اولا طاقم تحكيم اعتقد مميز جدا لاداره هذه المباراه كابتن ايمن. احنا في البدايه كابتن اسلام، طبعا قبل ما نقول طاقم التحكيم، طبعا بنشكر كابتن جمال الغندور ولجنته. ايوه الحقيقه اختيار موفق جدا، حكم من اكبر حكام العالم ان انت بتجيبه، فكابتن جمال ولجنته فعلا يعني جابوا حكم كبير يليق بمباراه هامه جدا في الدوري المصري، وده اللي احنا بنتمناه. السوبر المصري مباراه هامه، يعني مباراه قمه، فالنهارده انت جايب حكم كبير، دي حاجه محترمه جدا، بتمنى لهم التوفيق باذن الله في القادم، لان مهم جدا ان انت عندك مباراه زي ديت، مباراه بطوله يا كابتن اسلام. المباراه دي هي مباراه واحده بيحصل فيها فريق منهم على بطوله، فمهم قوي ان يبقى موجود حكم كبير عنده خبرات كبيره. فالنهارده حكم من اكبر حكام العالم موجود، النهارده معانا الحكم فيليكس بريتش ومعاه المساعدين مارك بروش وستيفان لوب، ومعانا الحكم الرابع من اسماعيليه محمد حسن، ما يعتبر الحكم رقم واحد في الكره الخماسيه على المستوى الدولي، يمكن ده تكريم من كابتن جمال برضو، هو لسه راجع من بطوله، فبتمنى له التوفيق. طبعا زي ما ذكرنا والتقرير ذكر كابتن اسلام، بريتش طبعا تواجد في كاس العالم 2014 و18، حكم نهائي 2014 الاشبيليه وبنفيكا، حكم اقوى المباريات في بطوله اوروبا دايما يا كابتن اسلام، برشلونه ريال مدريد اقوى المباريات دايما بيتحط فيها. عارفين هو مواليد 75، عنده 44 سنة، هو حكم بقى له 16 سنة، حكم من 2004، بقى حكم دولي من 2007، يعني بقى له 16 سنة كحكم و13 سنة في القائمة الدولية. 44 سنة حكم، مر ببطولات كتير وبخبرات كتيرة، إذا كان عنده محلية أو دولية، ربنا يوفقه النهاردة. يمكن هو الحاجة الوحيدة كابتن إسلام اللي هو كان عنده حظ يعني مش طيب في كاس العالم 2018. 2018 كان ادار مباراه صربيا وسويسرا، وكان عنده لعبه صربيا وسويسرا للاثنين المدربين الفنيين النهارده، وده مدير فني صربي وده مدير فني سويسري. فحسب ففي لعبه ركله جزاء، المهم راح للفار لصربيا وراح، والمهم اللعبه وما حسبش، ما خدش من الفار، المهم يعني كانت المباراه دي هي المباراه الوحيده اللي ادارها، وكان هو المفروض يكمل لان منتخب المانيا زي ما انت عارف كابتن اسلام خرج من البطوله، فهو للاسف هو مشي برده من دور 16 مع منتخب المانيا، حتى وكانت ليه كلمه شهيره قالها بعد كاس العالم، قال بالطبع كاس العالم خيبه امل لي والفريقي، ولكن الحياه تمضي وسنعود مره اخرى يعني. وهو عاد هو، وزي ما شفنا بيدير مباراه من ثلاث ايام كان بيدير نابولي وليفربول، وطبعا بيرجع تاني. بنقول ان برده مهما كان الحكم اكبر حكام العالم هو وعنده خبرات كبيره وكل حاجه، تحصل اخطاء، ولكن بنتمنى له التوفيق في المباراه، لان ممكن ما يبقاش موفق زي ما هو ما كانش موفق في كاس العالم 2018، لكن حكم كبير بيدير اقوى المباريات في اوروبا يعني. تمام. كابتن ايمن برضو اهم الملاحظات اللي حضرتك شايفها او من الواجب ان حضرتك تقولها للاثنين لاعبين، للاعبين عشان الحكم، انت عارف طبيعه الحكم والناس عارفه الحكم ده، حكم عنده خبره كبيره، اللعيبه كل الفريقين ما حدش يروح له كتير. الحكم ده عنده ميزه كابتن اسلام طبعا من خبراته، وانت عارف في اوروبا بيسمح باللعب يستمر، مش اي التحام دايما بيوقف الدنيا، بيوقف الدنيا ما بيصفرش كتير، غير خطا اللي هو خطا يعني، في حاجات انت عارفين، في حاجات في اوروبا انت عارف ان في مش هتصفر على اي حاجه، ما بيصفرش على اي قرار، بيمشي اللعب كتير قوي، بيسمح باستمرار اللعب، وده اللي بينادي بيه الاتحاد الدولي. فاللعيبه ما تطلبش منه حاجه، لان هو حكم عنده الخبرات الكبيره، يبقى في التزام من اللعيبه ومن الاجهزه الفنيه، لان النهارده كمان عايز اقول لك كابتن اسلام ان احنا النهارده يعتبر اول يوم في التعديلات الجديده، كاس السوبر انت عارف هي البطوله، فالنهارده هتتنفذ التعديلات الجديده، سواء الاجهزه الفنيه سواء اللاعبين في الملعب. بس ده من 2017 2018 ده لا يؤثر؟ لا، التعديلات اللي احنا بننفذها دي بطوله جديده. ايوه يا فندم، لكن ده بطوله 2007 سوبر 2017 خلاص، ما احنا دي هتتنفذ، لان دي البطوله دي
بطوله السوبر دي بطوله في حد ذاتها يا كابتن اسلام. فدي خلاص بتتنفذ فيها التعديلات طبقا للتعديلات الجديده. مظبوط. لان دي البطوله قلنا كاس مصر يا كابتن اسلام كان القديم الدوري لانه كان ابتدى من بدري. لكن كاس السوبر ده خلاص هي بطوله في حد ذاتها، المباراه بطوله فينفذ فيها التعديلات الجديده، واكيد الفرقتين عارفين الكلام دون. فباذن الله ربنا يوفقهم، والالتزام يا كابتن اسلام يعني الالتزام مع حكم كبير زي دون، لانه طبعا عنده زي يعني انا قلنا مثلا كروت ادى مثلا يعني هو في مبارياته على المستوى حتى المحلي ادى 2452 معدلاته 3.7 من 10 في المباراه في الانذارات. فحكم زي دون انت ما تضغطش عليه، ما تروحلوش كتير، انت تركز في اللعبه بس، لان انت جاي لك حكم من اكبر حكام العالم يعني. فربنا يوفقه باذن الله يعني. طيب خليني بس سريعا جدا اقول لحضراتكم التشكيل الرسمي لنادي الزمالك هو اللي ظهر حتى الان، ولم يظهر التشكيل الرسمي لنادي الاهلي. تشكيل نادي الزمالك لهذه المباراه في مفاجاه وحيده فقط: عواد في حراسه المرمى، حمدي النقاز ناحيه اليمين، محمد عبد الشافي ناحيه الشمال، محمد عبد الغني ومحمود علاء اثنين سنتر باك، وطارق حامد وفرجاني ساسي، وشيكابالا ناحيه اليمين، اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، ويوسف اوباما، ومن امامهم محمد اونجم. محمد اونجم هو اللي هيلعب راس حربه، مش هيلعب ولا مصطفى محمد ولا عمر السعيد، وبالتالي هي دي مفاجاه هذه المباراه بالنسبه للمدير الفني الصربي ميتشو، مدير الفني لنادي الزمالك. بعد قليل هقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. طيب زي ما قلت لحضرتك الثلاثه الحقيقه بيلعبوا مع بعض على طول يا كابتن. اكيد طبعا معاهم مساعدين كبار، الطقم كله يعني طقم حكام كبار وخبرات كبيره، وقول لك كابتن اسلام اقوى مباريات في بطوله اوروبا، نهائي دوري الابطال، كاس القارات، اثنين كاس عالم، حكم كبير يعني، وطقم لعب مع بعضه كتير، وحكم متميز جدا. نتمنى له التوفيق للمباراه. عايز اقول لك ان علاقته زي ما قلنا التاريخ قال برده كابتن اسلام، علاقته بالكره المصريه هو 2009 2010 نهائي مع حرس الحدود، وعاد مؤخرا كان ادار مباراه السوبر المصري السعودي بين الزمالك والاهلي السعودي، يعني دي علاقته بالانديه المصريه يعني المباراه اللي ادارها الفرقه المصريه، يعني ادار مباراه للزمالك ومباراه للاهلي يعني.